وورقة جاءت من السودان تحمل توقيعات بعض الأخوة وفيها بعض الأسئلة. الأول: هل يصح أن نقول للرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وكذلك لعلي وعثمان؟ محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام، هو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، وليس في هذا شيء، بل هذا حق من حقوقه عليه الصلاة والسلام ووصف من أوصافه عليه الصلاة والسلام. ولكن لما قاله بعض الصحابة: يا سيدنا، أنكر عليه، قال: أسيد الله تبارك وتعالى، خوفا عليه من الغلو. لما بشروه قال: يا سيدنا، خاف عليه من الغلو، فقال: أسيد الله تبارك وتعالى، غلو بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف عليه من الغلو فأنكر عليه لما خاطبوه. ثم قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث الصحيحة: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وجاء بينهما أن قوله سيد الله تبارك وتعالى وإنكار عليهم من باب سد الذرائع، من باب حماية التوحيد عن شرهم ووسائله، أو قال هذا قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، قبل أن يأتي الوحي بذلك. والسيد على الإطلاق هو الله جل وعلا، لأنه مالك الأمور جل وعلا ومصرفه إلى سبحانه وتعالى. والسيد عند العرب الرئيس والكريم. نعم. وفي حديث: قوموا إلى سيدكم وابن سيدكم، أظن ولد شيء بهذا. قال في ابن أصحاب: قوموا إلى سيدكم، يعني سيد سعد بن معاذ. قال لابنه الحسن: ابن هذا سيد. هذه لا بأس بها، لكن إذا خطب الإنسان يا سيدنا فالأفضل أن يقول سيد الله تبارك وتعالى، حتى لا يقع في الغلو وحتى لا يقع في العجب نفسه. السؤال الآخر يقول: يا سيدي يا رسول الله. أما الدعاء لا، يا سيدي رسول الله يدعوه يستغيثه ويدعوه، هذا المشرك كما يقع بعض الناس: يا سيدي رسول الله أغثني أو انصرني أو اشف مريضي، أو يا رسول الله أنت تعلم ما بنا من التفرق والاختلاف، انصرنا، أنزع علينا السكينة، هلك عدونا، هذا شرك بالله لا والبلا، هذا لا يقال إلا مع الله، الله الذي يدعى سبحانه وتعالى ويستغاث به. فالذي يقول يا رسول الله ويا سيدنا يا رسول الله أغثنا انصرنا، أو يقول يا سيدي البدوي ويا سيدي عبد القادر ويا سيدي فلان، الموتى يدعوهم ويستغيث بهم، هذا من الشرك الأكبر لا والبلا. وهذا يقع في بعض الموالد من بعض الناس عند الاحتفال بالموالد، يقع منهم بعض هذه الشركيات لا والبلا. والله سبحانه هو الذي يدعى، لأن الله قال: فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا يدعى ملك ولا نبي ولا شجر ولا حجر ولا قبر ولا صنم ولا كوكب، لا يقال يا سيدي يا رسول الله أو يا سيدي أبو بكر أو يا سيدي عمر أو يا سيدي علي أو يا عثمان انصرنا أو اشف مرضانا أو رد غائبنا أو اسم عدونا، هذا لا يقال، إنما يطلب من الله عز وجل. فطلب النصر والشفاء من المخلوقين من باب الشرك بالله عز وجل. وهذا يقع بعض الناس في قصائدهم وفي أشعارهم، كما قال البصيري في بردته المشهورة: يقول: يا أكرم الخلق، ما لمن أذن بسواك عند حلول الحادث عن الدنيا والقيامة، ما لا أحد يلول به إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، نسي الله بكل دين أو الله، إن لم تكن في معاد آخذا بيد فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وجعل من علم الرسول علم اللوح والقلم، يعني يعلم الغيب، وجعل من جوده الدنيا والآخرة، هذا من أكبر الشرك، من أحمد الشرك بالله عز وجل. ومع هذا بعض الناس يتخذ ورد الله، يقرأها في الصفرة في الورد بدلا من الذكر، ويأتي بها في الموالد مستحسنا لها ومعظما لها مقرا ما فيها من البلاء والشرك والعوذ بالله، هذا كله من الجهل العظيم. نعم استغفر الله. السيد يعني ما في شيء، ما في سيد، يعني فلان سيد الرسول سيدنا او عمر سيدنا والصديق، ما في شيء. المنكر يدعو من دون الله او يستغيث به او ينذر له او لا اشبه